نتكلم عن ماتش النهارده، لان انت عندك النهارده ماتش مهم جدا، ونخش بقى في مباراه الدوري طبعا امام سموحه. وزي ما احنا كنا بنقول لحضراتكم، في دوافع للفريقين ودوافع مختلفه جدا. سموحه اكيد عايز يحقق يعني الفوز عشان يعادل او يقدر يعدل النتيجه بتاعته بعد ما لعب دلوقتي تحديدا لعب في 6 ماتشات، كسب في 2 وتعادل في 2 وخسر 2. طيب تعالوا نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما خسرش في المسابقه، لعب 5 ماتشات وليه ماتش لسه طبعا مؤجل، كسب في 4 ماتشات وتعادل في ماتش واحد طبعا. فالاهلي انت بتتكلم، الاهلي دلوقتي في المركز الاول برصيد 13 نقطه، سموحه في المركز ال 12 برصيد 8 نقاط. ف سموحه في العموم اكيد تحت قياده كابتن احمد سامي، وكلمنا عن كابتن احمد سامي قبل كده وقلنا اكيد هيبقى ليه لعب مختلف، هيبقى عنده دوافع مختلفه، بس متوقع الى حد كبير ان سموحه النهارده هيلعب بطريقه دفاعيه، هيقفل الخطوط بتاعته امام النادي الاهلي، لان اكيد هدفه برده يعني لو ما كسبش ان هو ما يخسرش كريم. فالتعادل بالنسبه له هو مكسب. يعني بالظبط نقدر نقول التعادل بالنسبه له مكسب. تعالى بقى على الصعيد الثاني نتكلم عن نفسنا شويه. لا كولر اعتقد ان هو هيهاجم من اللحظات الاولى وهيضيق المساحات على المنافس، زي ما احنا برضو متعودين دايما تغييراته خلال اللقاء بتصنع فارق كبير جدا، رغم ان البعض بيجي يقول لك هو ليه تحديدا بيغير في الدقائق اللي هي بعد ال70 او الدقيقة ال70. كل واحد ليه ستايله، كل واحد ليه اسلوبه. اعتقد ان التغييرات اللي احنا كنا دلوقتي او دلوقتي هي مش عجبانا، كنا كريم من فتره بنتغزل فيها، يعني لو انت فاكر جت فتره تعديلات وتغييرات كولر ما اروعها، كنا بنتكلم باللهجه دي بنشيد بالروتيشن اللي هو بيتميز بيه بالظبط، يقول لك ده بيريح وبيعمل لك اكتر من سكواد، وبقى عندنا سكواد واتنين كاملين، فما نحسش باي اصابات واي تغييرات. جه بقى ماتش اتنين مثلا مش كويسين، الناس ابتدت تغير اللهجه بتاعتها، هو كولر بيغير ليه؟ احنا عايزين سكواد كامل، احنا عايزين ما يبقاش فيه تغييرات، احنا عايزين يبقى فيه استقرار. بص دايما هتلاقي انتقادات، دايما هتلاقي ناس مش راضيه. انا بقول خلينا دايما نبقى منطقيين شويه في انتقاداتنا أو آرائنا بصراحة، يعني لأن في الأول وفي الآخر الراجل ده أعتقد ما أخذلناش أبدا. أنت خارج من موسم ب5 بطولات، ويعني راجل جاي أنت ما حسيتش أن هو غريب، تأقلم بشكل كبير جدا مع الجماهير، اللعيبة على إيده أكتر من لاعب، تحسن أدائهم بشكل كبير، طور الكرة، اللياقة البدنية اختلفت، فكل المكاسب دي. وفي الآخر لما يجي ماتش أو اتنين مثلا مش على قد المستوى، خليني أقول أو مش زي التوقعات بتاعتي، أقول أصل وأبتدي أنتقد 1 2 3. يعني بص حاجة شوية بصراحة يعني غريبة. على ذكر التغيير اللي بتصنع الفارق، ودي حقيقه في ناس كتير بيقولوا طب لما التغييرات دي بتصنع الفارق للدرجه دي، طب ليه ما يبداش المباريات بيها؟ الاجابه قد تكون بسيطه وان كانت مركبه في تفاصيلها. يعني عنده في دماغه الراجل ده مليون تفصيله كمدرب، يعني عنده فعلا مليون تفصيله، منها مثلا الجانب البدني للعيبه، وان يكون عنده على دكه البدلاء يعني حلول مختلفه في حال ما اذا لو كان الماتش مقفل معاه بشكل او باخر، بجانب انه اكيد بيعمل عمليه روتيشن بين اللعيبه دون التاثير على نتيجه او على نتائج المباريات. فالدفع بلاعب اساسي ووجود لاعب اخر احتياطي ده مدروس ومعمول حسابه، خصوصا ان احنا الشهر ده يعني من اليومين دول او من يومين ثلاثه فاتوا لغايه اخر السنه يعني عندنا تقريبا كل 3 ايام في ماتش. فاحنا السبت لعبنا دوري ابطال، والنهارده عندنا اهو في الدوري المحلي ماتشنا مع سموحه، وهنسافر يوم الخميس الجاي ان شاء الله تنزانيا عشان يوم السبت عندنا مواجهه مع يانج افريكانز. كل التفاصيل دي في دماغ المدرب اكيد، فهو عايز يلعب ال 90 دقيقه بنفس القوه البدنيه والفنيه، وما يخسرش اي لاعب بسبب اصابه او اجهاد في الماتشات اللي جايه، ودي طبعا حاجه كلنا يعني بنتمناها ان ما يكونش عندنا اي اصابات الفتره اللي جايه ان شاء الله.